نفسي منصب في دار المسلمين من نوبة. وقفتنا هذه الاحتجاجية جات في إطار معناها إطار الشهري نتاعنا متابعين جمهور المسلمين 11 مركز المسلمين الموجودين في الجمهورية التونسية اللي هم راجعين بالنظر للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي واللي بلغنا كون وزارة المرأة معناها ميزانية الأجور وميزانية التصرف لدور المسنين هذه. في الإطار هذايا مشينا للإدارة المركزية نتاعنا اللي هي تحت التضامن الاجتماعي، ثم انتقلنا لوزارة المرأة اللي باش نبلغوا صوتنا علاش ما تماش معنا الشهرين نتاعنا. بلغنا اللي ثم مرسوم 88 سنة 2011 اللي فيه معناها عدم تمويل الجمعيات، لكن ما وقعش استثناء مراكز المسنين هذه. جينا استثناءوا المعاقين لكن ما استثناوش المسلمين. جينا باش نبلغوا الصوت نتاعنا ونشوفوا الوضع نتاعنا. هو توا كاس العالم الخيام نتاع النقابات الاساسيه والمتصرفين مراكز المسلمين طلعوا رئيس الديوان باش يشوفوا الوضعيه هذه. في انتظار هذايا نشوفوا ان شاء الله قالوا لنا غدوه ثم مجلس وزاري بخصوص الوضعيه هذه. جينا نبلغوا صوتنا في الموضوع هذايا وان شاء الله نترقبوا الغدوه. اذا كان ثم حل ماذا بينا، ما ثماش، ثم طرق نضالية أخرى وثم تصعيد من زملاء في مراكز المسلمين في الولايات كلها. استثنوا لهم